رغم أن رحيل الموسيقار ملحم بركات قد مرت عليه عدة شهور، لم تتوقف التكريمات المتتالية للراحل، وهذا أمر بديهي لما قدمه للفن العربي عامة وللبناني خاص. فما هي تفاصيل التكريم الجديد للموسيقار؟ بعد ما أقيم حفل تكريم للموسيقار ملحم بركات في سوريا عبر تقديم أعماله الفنية، يكرم الموسيقار عبر أعماله السينمائية، حيث ينظم مسرح إسطنبولي في مدينة النبطية في جنوب لبنان أسبوع أفلام تحية إلى الموسيقار الراحل ملحم بركات. وقد انطلقت العروض في السينما ستارز أول من أمس الثلاثاء الواقع في 14 من شهر شباط الجاري.